مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنتناول فيها دلالة تصريحات المتحدث باسم الميليشيا عن مواقف جماعته وموافقتها على القرار الأممي 22/16. قبل أيام من انطلاق محادثات الكويت بين الحكومة والميليشيا، ظهر المتحدث باسم ميليشيا الحوثي في صحيفة الشرق الأوسط متحدثا عن ضرورة إيقاف الحرب. عبد السلام الذي كان يتحدث بنبرة وسيط سلام بين أطراف متحاربة، تحدث عن أطراف تسعى لعرقلة الهدنة وإفشال المباحثات السياسية، وهم من أسماهم بأصحاب المصلحة من الحرب، والتي يمكن فهمها على أنها إشارة إلى حليفهم الرئيس المخلوع، الذي بات واضحا أنه غير راض عن استثنائه من التسوية التي بدأت تتضح معالمها قبل نضوج الحل. وفيما كان عبد السلام يتحدث عن التزام جماعته بالهدنة وموافقتهم على القرار الأممي 22/16، كانت ميليشياته تواصل حربها على الأرض في معظم الجبهات، وهو ما يؤكد ما دأبت عليه ميليشيا الحوثي في كل مرة من إعلان رغبتها في السلام واستمرارها بالحرب أيضا. دلالة تصريح المتحدث باسم الميليشيا ومصير الهدنة ومسارات السلام ستكون موضوع نقاشنا لهذا المساء. قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. في الوقت الذي لا تزال فيه خروقات الهدنة من قبل ميليشيا الحوثي تتوالى في كل الجبهات، يطل المتحدث باسم الميليشيا مؤكدا رغبة جماعته بأن تكون هذه الهدنة مدخلا لإيقاف الحرب. عبد السلام الذي كان يتحدث لصحيفة الشرق الأوسط بلهجة أقرب ما تكون للهجة وسيط سلام بين الأطراف المتحاربة، تحدث عما أسماه تجار الحروب الذين يسعون لإفشال الهدنة وعرقلة المسار السياسي حفاظا على مصالحهم. كما قال، كان عبد السلام يحاول تبرئة جماعته من الخروقات التي لازمت مسار الهدنة منذ الدقائق الأولى لسريانها، وربما كان يحاول تحميل حليفهم في الانقلاب الرئيس المخلوع المسؤولية عن ذلك، وهو ما يؤكد الحديث المتداول عن افتراق الطريق بين الحليفين بعد أن أوشك على خسارة الحرب معا. ميليشيا الحوثي وعلى لسان المتحدث باسمها أعلنت أيضا موافقتها على القرار الأممي 22/16، والذي يتضمن الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، لكن من غير المؤكد أن ذلك يعني نهاية الحرب أو أن الميليشيا ملتزمة بشيء منه حتى الآن، إذ أنها لا تزال تخوض حربها على معظم الجبهات ولم تتوقف مناوراتها للحصول على مكاسب على الأرض قبل أيام من انطلاق الجولة الثالثة من محادثات السلام في الكويت. إعلان استسلام أم مراوغة لم يتضح بعد أي منهما، لكن المؤكد أن الحرب تتجه الآن في طريق آخر غير واضح المعالم كما بدأت قبل أكثر من عام. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأبدأ مع ضيفي عبر الهاتف من دبي السيد علي الزكري. سيد علي مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيد علي معنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. بداية، إذا نظرنا إلى تصريحات ناطق المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في صحيفة الشرق الأوسط، كيف يمكن قراءتها أولا من ناحية يعني ورودها في صحيفة الشرق الأوسط الذي تعتبره الميليشيا صحيفة تابعة للعدوان كما يقولون؟ يعني موضوع العدوان أصبح بالنسبة لهذه الميليشيا يعني أمر خارج إطار الأدبيات. هم الآن يعني يتحاورون وينسحبون من الحدود ويسلمون خرائط الألغام. يعني الحديث عن العدوان هو حديث الاستهلاك الداخلي، ليس إلا حتى الاستهلاك الداخلي داخل إطار الجماعة. هل يعني نعم، هل يعني سيد علي نعم، هل يعني أن هناك يعني تفاهمات ناجزة بين السعودية والحوثيين؟ يعني هو مجرد وصول الحوثيين إلى الرياض وما قاموا به من ترتيبات على الحدود وتسليم خرائط الألغام والانسحاب، لذلك يؤشر على أن هناك قنوات اتصال مفتوحة وأن هناك تفاهمات تمت وأن هناك نوع من التسليم، بأنه هناك لغة للسعودية ولغة لليمنيين ولغة لقواعدهم الداخلية. نعم، هناك ازدواجية في هذه الحركة وفي مواقفها. نعم، هذه التصريحات سيد علي التي أتت قبل أيام من مباحثات الكويت، هل تعني أن هناك يعني ستشهد هذه المباحثات تقدما ملموسا وستطبق وتنفذ القرار الأممي؟ يعني باختصار شديد، نحن نعلم أن هذه الجماعة وقادتها والمتحدثين باسمها يكذبون كما يتنفسون،
وأنا شخصيا لا أحول على أي حديث من أحاديثهم ولا على أي التزام من التزاماتهم. يعني لدينا من التجارب ما يكفي لليقين بأنهم غير جادين وأنهم يكذبون ويراوغون ويقولون ما لا يفعلون. هم يتحدثون حديثا عن السياسة وعن الالتزام بالقرارات ويمارسون على أرض الواقع أمرا مغايرا ومختلفا. يعني لا ينبغي أن ننخدع بهكذا تصريحات أو أن ننتظر منها شيء. نعم، وخير دليل سيد علي ما هو على الأرض كما تعلم الآن. هناك هدنة لكن الخروقات مستمرة من قبل ميليشيا الحوثي في نهم، في مأرب، في الجوف، في تعز. لا زالت الميليشيا كل يوم يعني تقتل وكل يوم تقصف. ولن تتوقف هذه الانتهاكات، بل الأخطر من ذلك أنه تحت سماء الهدنة يتم التوسع، يتم اغتيال قادة، يتم استهداف الناس، الاعتقالات مستمرة، التوغلات الأرضية مستمرة، الحصار على تعز مستمرا. وهناك لدينا هدنة، يعني هي هدنة للمتاجرة وليس أكثر. نعم، إذا كيف يمكن للفريق الحكومة الشرعية وللتحالف أن يطمئنوا لهذه المباحثات وهم يعلمون مسبقا بأن الميليشيا تنقض الاتفاقات وأن الميليشيا لم تلتزم حتى في هذه الأيام، أيام التهدئة التي أعلنوا عنها؟ هو لا ينبغي للفريق الشرعية تحديدا ولقوات التحالف أن ينخدعوا لهذه الوعود، لكن الذهاب إلى المفاوضات أمر جيد وأمر إيجابي ولا بد أن يذهبوا لهذه المفاوضات، لكن لا ينبغي أن يكون هناك انخداع، بمعنى أنه لا نستسلم ولا أن نسترخي على الأرض ونحيد خياراتنا العسكرية وخيارات المواجهة في مقابل وعود من قبل هؤلاء الناس. ينبغي أن يكون العمل في المسارين الميداني والمسار السياسي. نعم، سيد علي تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن من الرياض القيادي في التنظيم الوحدوي الناصري السيد مانع المطري. سيد مانع مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيد مانع معنا. هل هناك فرصة حقيقية هذه المرة للخروج بحل في مباحثات الكويت بعد أيام؟ أعتقد أن الوضع الآن يستلزم أن كل القوى السياسية والحكومة الشرعية وأيضا الانقلابيين أن يتعاملوا بمسؤولية مع ما تم الاتفاق عليه من وقف إطلاق نار، لأنه في ظل استمرار الخروقات قد تتبدد الآمال التي يعقدها الناس على مشاورات الكويت. الكل أو بالأصح أن الحكومة اليمنية واضح من خلال خطابها وإجراءاتها التي اتخذتها ماضية باتجاه مشاورات الكويت بنفسية متفائلة أو بتوجه فيه نوع من التفاؤل ونوع من إبداء حسن النية، لكن على الأرض نسمع كثيرا عن خروقات كبيرة ترتكب في مختلف الجبهات سواء كان في نهم أو في محافظة تعز، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر على تعاطي الأطراف مع ملف المشاورات ومع القضايا المطروحة. ينبغي أن يكون هناك التزام صارم وأن يكون هناك أيضا موقف. نعم. من الأمم المتحدة تجاه من يرتكب الخروقات. نعم. إذا استمرت الخروقات فأنها ستنسف مسار المشاورات بشكل كلي. نعم، حديث الناطق باسم الميليشيا عن موافقة جماعتها على تنفيذ القرار الأممي 22-16، هل تعتقد أنه التزام فعلي وحقيقي أم أن هناك مراوغة فقط أمام الرأي العام وخاصة أمام المجتمع الدولي؟ قرار مجلس الأمن 22-16 هو قرار ملزم واجب النفاذ. كنا ننتظر أن يكون هذا الإعلان من وقت مبكر، لو أعلنت الجماعة من وقت مبكر وموافقتها على تنفيذ قرار 22-16 ربما كنا تجنبنا كثيرا من مسار الحرب الذي خاضه اليمنيون. نعم. الحكومة الشرعية كانت تحارب من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن والعودة إلى المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. نعم. أن يأتي هذا الموقف متأخرا هو موقف إيجابي، لكن علينا أيضا أن نضع الآليات الحقيقية التي تضمن تنفيذه وتضمن أن تكون المرحلة القادمة السلاح يكون محتكرا بيد. نعم. الدولة ولا تكون هناك. نعم. أطراف مسلحة خارج القانون. ما قيمة هذا الإعلان سيد مطري؟ كما تعلم على الأرض رغم أن هناك هدنة لا زالت الميليشيا تقوم بخروقات، تقصف تعز، تحاصر تعز، تستهدف المواقع العسكرية في نهم، في مأرب، في الجو، في كل مكان. إذا ما قيمة أن تعلن هذا الانصياع وهي على الأرض تعمل عكس ذلك؟
كل الأطراف لا زالت تعطي مساحة من الوقت لإمكانية تثبيت الهدنة، باعتبار أن الأطراف التي انقلبت على الشرعية ليست طرف واحد، هناك أيضا أمراء حروب في الجانب الانقلابي لا تريد أن يكون هناك وقف إطلاق نار، لا تريد أن تتوقف عن الارتزاق من وراء هذه الحرب، تريد استمرار الحرب لأنها تمثل بالنسبة لها تجارة. لكن الطرف السياسي من هذا من الذي يسعى للمشاورات ربما أنه يبذل جهود، ولكن على المجتمع الدولي أن يراقب بشكل جدي وأن يضغط بشكل قوي من أجل إيقاف تدهور الهدنة أو نعم. وقف إطلاق النار. نعم. أعتقد أن مسار إطلاق النار إذا تم تعطيله سنعود إلى مربع الصفر من جديد، ولن يكون هناك سلام ولن يكون هناك تطبيق لقرار مجلس الأمن، وهذا سيضع المجتمع الدولي أمام اختبار خطر للغاية. نعم. تكرم بالبقاء سيد مطري. سأعود إلى السيد علي الزكريا عبر الهاتف من دبي. سيد علي، إذا كما ذكر السيد مانع بأن هناك تجار حروب يبدو أن صوتهم أكبر من ما يقوم به في صف الانقلاب من خطوات سياسية تبحث عن حل، هل فعلا من يقومون ويفاوضون بالحل السياسي وعودة المسار السياسي إلى الواجهة لهم الصوت الأعلى والمسموع، أم تجار الحروب في الانقلابيين؟ قبل أن أجيب أنا فقط أريد أن أشير إلى ملاحظة معينة مهمة، وهي أن الالتزام محمد عبد السلام الالتزام بالقرار هو ليس جديدا، يعني منذ أن صدر القرار ونحن نسمع تصريحات سواء من الميليشيا الانقلابية أو من علي عبد الله صالح بأن التعامل الإيجابي أو الالتزام بهذا القرار بشكل أو بآخر، فليس هناك جديد في هذا الأمر حتى نقول أنه بادرة يعني أو نبني عليها. هي استمرار لمسلسل المراوغة والخداع الذي تمارسه هذه الميليشيا. أما بالنسبة لل لما ذكرتموه عن أنه هناك فريق سياسي وفريق عسكري، أنا أعتقد أنه القادة السياسيين الذين كان يمكن أن يكون لهم صوت مؤثر صفتهم الميليشيا من زمن، أتحدث عن القيادات التي نعرفها جميعا يعني تم اغتيالها في صنعاء وفي خارج صنعاء، إذن الصوت السياسي غائب ولا يمكن أن يكون مؤثرا في هذه الجماعة، بل أنه الصوت العسكري هو والصوت صوت الحرب هو الطاغي الكل في تجار حروب، وليس هناك فيهم من نعم. هو سياسي وآخر تاجر حرب. نعم. السيد علي، فيما يخص الرئيس المخلوع، هل يبدو هذه المرة بعيدا عن هذه المباحثات؟ أنا لا أعتقد أنه بعيدا عن هذه المباحثات، وربما يكون هو مفاجأة هذه المباحثات في الكويت، أنه إذا ما تم تأمين خروج آمن له فستكون هذه كارثة في نعم. تقديري الشخصي، وأعتقد أنه هناك من يسعى نحو هذا الحل في الكويت. لا أعتقد أن الرجل غائب عن ما يجري، بل وان كان مختفيا او ليس بارزا اعلاميا. وهل تعتقد بان الرئيس المخلوع هذه المره يبحث عن الحل ولا يريد اي يعني عمل سياسي او العوده للسلطه كالمرات السابقه؟ يعني هناك توجه نحو توفير مخرج امن لهذا الرجل، اعتقد انه ربما يكون وصل الى قناعه بانه المخرج الامن هو اسلم له، لكن السؤال الان بعد كل الذي جناه وارتكبه على اليمنيين، هل يجوز لنا اخلاقيا ان نتحدث عن خروج عامل لهذا الرجل مثلا؟ نعم. اذا اعود الى سيد مانع المطري. سيد مانع، يعني هل هذا يشير الى افتراق الطريق بشكل فعلي بين ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، وبات الرئيس المخلوع يبحث عن خروج امن فقط في المفاوضات القادمه؟ لا أعتقد أنه افتراق الطريق، ولكن أنا أعتقد أن هناك تحولات كبيرة تجري في المعسكر الانقلابي من خلال إعادة ترتيب وضعية التحالف ووضعية التكوين بشكل عام. هناك علي عبد الله صالح لا يقاتل بمفرده، هناك إلى جانبه منظومة مصالح عميقة وكبيرة بناها خلال فترة حكمه، هي الآن تعيد تموضعها ربما بعيدا عن علي عبد الله صالح باتجاه أن تكون طرفا في المرحلة القادمة. جماعة الحوثي بلا شك أنها تسعى للاستحواذ على هذا الثقل الاجتماعي والسياسي وأيضا حتى العسكري.
في المقابل أيضا الشرعية بلا شك أنها تجري حالة من الاستقطاب لهذه التجمعات، ولكن ما نحذر من أن تكون هذه الاستقطابات على حساب قضية العدالة الانتقالية التي ينبغي أن تطبق على الجميع، سواء كانوا موجودون الآن بالحكومة أو موجودين بقوى الانقلاب. العدالة الانتقالية هي مدخل آمن وصحيح للوصول إلى دولة مدنية حديثة. نعم. إذا تهربنا منها وعدنا إعادة أو قمنا بإنتاج جديد للتحالفات السياسية بشكل مشوه، بلا شك أننا سننتقل من أزمة إلى أخرى كما فعلنا في الماضي. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد معنى على المطري القيادي في التنظيم الوحدوي الناصري، شكرا جزيلا كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إلى السيد علي الزكري. سيد علي، باعتقادك تصريحات المتحدث في جماعة الحوثي محمد عبد السلام الذي قال فيها بأن هناك من يسعون لعرقلة الهدنة ومحادثات السلام، من يقصد من وجهة نظرك سيد علي بهذه التصريحات وبأنهم يقفون معرقلين أمام أي تسوية سياسية في البلد؟ يعني هو لطالما رددوا هذه الأسطوانة أنهم جاهزون للسلام وأنهم مستعدون لإيقاف الحرب وأن هناك أطراف أخرى هي التي تسعى نحو الحرب ولا تريد إيقافها، يعني هم ينفون يلقون ما يقومون به من أعمال على غيرهم. لا أعتقد أنه هناك الآن في اليمن من يسعى إلى استمرار هذه الحرب غير هذه الجماعة والتحالف الذي يجمعها علي عبد الله صالح ومن يحوم في فلكهم. لا أعتقد أنه هناك في الطرف الشرعي ولا حتى في أيضا التحالف العربي من يسعى إلى إطالة أمد الحرب في اليمن، خصوصا بعد أن وصلت إلى ما وصلنا إليه من دمار ومن تخريب لليمن ولكل بناها السياسي التحتية وأيضا حتى البنى القبلية والاجتماعية والسياسية كلها تهدمت. لا أعتقد أنه هناك في اليمن من يستفيد من الحرب غير هذه الجماعة التي هي يعني جماعة حرب، يعني عقيدتها حربية، عقيدة لا تستند إلا إلى السلاح، وتعتقد أنه لا وجود لها إلا بالسلاح وبالانتشار المسلح. نعم، الإفراط في يعني في الأحلام الذي يتحدث عنه ولد الشيخ بأن المفاوضات تتقدم وأنها تحقق تقدما ملموسا وستكون مفاوضات الكويت غير المفاوضات السابقة، يعني هذا التفاؤل الذي يقوم يعني الذي يبشر به ولد الشيخ على أي قاعدة يعني يرتكز من خلالها ويتحدث بهذه الصورة المتفائلة رغم أن الواقع عكس ما يتكلم؟ يعني نحن ينبغي أن ندرك يعني هناك سواء في العلوم السياسية أو حتى في العلوم الاجتماعية والاقتصادية هناك المقدمات تشير إلى النتائج، المقدمات الحاصلة على الأرض تشير إلى أنه ليس هناك التزام من قبل هذه الميليشيا، وفي يوم واحد فقط ارتكبت الميليشيا في تعز أكثر من 45 خرقا، بل إنهم خرقوا الهدنة بعد ساعات بسيطة من دخولها حيز التنفيذ، وما زالت تلك هذه الخروقات مستمرة حتى هذه الآن. هذه الصورة من اللا التزام ومن اللا وفاء لما يتم التعهد به تشير إلى أنه لن يكون هناك من نتائج كبيرة في الكويت، لكن ربما يحدث في الكويت تشكيل خرق ما مستندا على التفاهمات التي تمت في الرياض. نعم، تكرم سيد علي بالبقاء معنا. أيضا نشرك معنا في الحديث الدكتور نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات. دكتور مساء الخير. يا مساء النور والعافية. أهلا بك دكتور معنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. دكتور، إذا تحدثنا فيما يتعلق ببند تسليم السلاح تحديدا، ما إمكانية تطبيق هذا البند؟ وكما تعلم الميليشيا لا زالت تحشد، الميليشيا لا زالت يعني إيران بين الفترة والأخرى تصلها شحنات أسلحة، إذن هذه الحديث عن هذا الملف وتسليم السلاح، هل سيسلم ولمن ستسلمه الميليشيا؟ أولا الحركة الحوثية هي تدرك إدراك كامل أنها بدون السلاح ليست إلا طرفا ضعيفا، وبالتالي مسألة تمسكها بالسلاح أنا أعتقد أنها ستظل يعني عقدة لا يمكن حلها. هناك حديث عن تسليم السلاح الثقيل، نعم، لكن بقية الأسلحة المتوسطة ويعني لا يتم الحديث عنها بشكل واضح، رغم أنها من المطالب الأساسية الموضوعة من أجل الوصول إلى حل سياسي. هذا أولا. المسألة الأخرى وهي الأخطر هي فكرة استمرار الميليشيات.
يعني استمرار الميليشيات يعني التمسك بالسلاح. إذا لم يكن هناك خطة واضحة لتفكيك الميليشيات الحوثية أنا أعتقد أن الحوثية ستعد نفسها لمعركة أخرى. نعم. اليوم هي في حالة خوف ورعب وضعيفة وانهارت، وهي في حالة إذعان، لكن إذعان مع ممارسة مناورات ووضع اشتراطات ربما تؤدي إلى استمرار هذه التركيبة الميليشاوية. يعني نعم، نحن أمام حرب، الحرب قائمة. حرب مؤجلة كما يعني كما تريد أن تقول الدكتور. نعم. إذن هي الحوثية بطبيعتها يعني لا تذعن عندما تحس بالضعف والانهيار، وعندما تصل إلى القاع وتستسلم ثم نعم. توقع على كل ما يطلب منها، بل نعم. أنها تبصم بالعشر. نعم. ثم تنقلب على كل ما هل نحن دكتور يعني نعم. هل نحن دكتور نعم، هل نحن أمام سيناريو الحروب الستة التي حصلت في صعدة عندما كانت الميليشيا تصل إلى نهايتها، توقف الحرب ومن ثم تستعيد وتعود من جديد؟ لا، هذه المرة المسألة مختلفة، لأنه المشروع الحوثي من ناحية فعلية يعني ظهرت بشاعته وقبحة لكل اليمنيين، وبالتالي عمل يعني هذا لم تعد قادرة على إعادة إنتاج نفسها كمشروع قادر على السيطرة والهيمنة. هذا المسألة انتهت، لكنها اليوم تحتفظ بالميليشيات فقط لحماية مصالح يعني قيادات الحركة الحوثية. نعم. والتحول إلى عصابات لإثارة الفوضى والاضطرابات ليس إلا. نعم. أما مسألة يعني أن يعيدوا إنتاج مشروعهم من خلال السلاح، هذه المسألة انتهت. نعم. نحن الآن أمام مرحلة جديدة ومتغيرات جذرية حصلت في اليمن، وبالتالي اليوم الحركة الحوثية فقط هي تريد أن تتحول إلى عصابات يعني تمارس السياسة بوجهين، وجه تقول أنها مع السلام وتريد أن تكون شريك في الحكومة، ووجه آخر هو استمرار الميليشيات لممارسة الجريمة فقط. نعم. طيب دكتور، تكرم بالبقاء معنا. عودة أخيرة إلى السيد علي الزكري. سيد علي، إذا تحدثنا، كما تعلم هناك تخوفات كبيرة من أن الميليشيا الآن تصرح بأنها ستسلم السلاح الثقيل للدولة. البعض يتحدث بأن الدولة التي تقصد الميليشيا هي ميليشياتها تخلع ثوب الميليشيا وتلبس ثوب الدولة ومن ثم يسلمون لبعض. اولا دعني اشير الى واؤكد على ما ذكره الدكتور نجيب، وهو يعني وصف الحركه توصيفا دقيقا سليما، واتمنى ان يكون التوصيف وهذا الادراك لحقيقه هذه الحركه مترسخ لدى الشرعيه في والحكومه اليمنيه، عند ذلك يمكن التعامل معها بما تستحق من التعامل. اما فيما يخص قضية لمن تسلم السلاح، هذه واحدة من القضايا التي ظلت الميليشيا تلعب على وترها بأنه ليس هناك من شرعية ولمن نسلم هذا السلاح. الأمر واضح لا يحتاج إلى كل هذه المغالطات. هناك دولة في اليمن وهناك حكومة انقلبت عليها هذه الميليشيا وقضت على هذا النظام. هذا النظام تم حالف الدولي، وهناك قرارات مثل الأمن بضرورة إعادة الشرعية إلى اليمن، وهناك مؤسسات لهذه الدولة وإن كانت هشة لكنها مؤسسات موجودة وقائمة وهي معنية باستلام هذه الأسلحة. ولكن هذه المؤسسة سيد علي، نعم سيد علي، هذه المؤسسة كما تعلم الآن الميليشيا يعني وزعت أفرادها وقادتها في كل مؤسسات الدولة، وأصبحوا هم من يديرون شبه الدولة الموجودة الآن في الداخل. الآن إذا كان هناك تسليم مثلا للأسلحة ستسلم لهم ولو بصورة أو بأخرى. ينبغي أن نفصل بين مؤسسات الدولة وبين من يديرون هذه المؤسسات في هذه المرحلة. نعم. مؤسسات الدولة تظل مؤسسة الدولة، عندما تأتي القيادة الشرعية ستتغير الأمور بطبيعتها. يعني بمعنى سيتم يعني عزل كل من عينتهم الميليشيا؟ يعني هذه المؤسسات يفترض مؤسسات الدولة أن تكون مبنية على أسس سليمة وأسس صحيحة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك وجود نعم. لهؤلاء الناس القادمون من أماكن ليست من هذه المؤسسات. نعم. أشكرك السيد علي الزكري المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من دبي. عودة إلى الرياض مع الدكتور نجيب. دكتور نجيب، أنت من وجهة نظرك إذن هل الحكومة ستقبل بأن إذا ما كانت هناك تسوية سياسية وتسليم الأسلحة الثقيلة أن يظل من عينتهم الميليشيا في مؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص المؤسسات الأمنية والعسكرية؟ أولا شوفوا، حدثت لعبة
كبيرة أدارها السياسيين وبعض مراكز القوة ضد المؤسسة العسكرية، يعني تلاعبوا بالمؤسسة العسكرية والأمنية. نعم. لكن علينا أن نثق بهذه المؤسسة الأمنية والعسكرية وهي في حالة اختطاف كامل، وهي ذاقت درس كامل وتدرك إدراك كامل أن عدوها الأساسي اليوم هي الميليشيا، هي من أوصلتها إلى هذا الوضع، جعلتها أداة وعقف يدير حروب الكهنوت السياسي. نعم. الضباط والجنود في المؤسسة الأمنية والعسكرية أنا على ثقة كاملة أنهم الآن يدركوا مخاطر الميليشيات، حتى وبالذات أتكلم عن من تم اختطاف من تم اختطاف المعسكرات أو الأجهزة. وبالتالي أنا أعتقد أنه عودتها إلى الشرعية وفق يعني وفق النظام والدستور والقانون سيمكن هذه المؤسسة أن تبني عوامل مضادة وقوة صد أمام أي اختراق لها مرة أخرى، سواء بالتوظيف السياسي أو بعملية شراء الولاءات. المؤسسة العسكرية والأمنية أنا أعتقد أنها وقعت في فخ كبير، وهي اليوم يعني فيها ضباط كبار هم من أبناء الشعب وفيها جنود ويدركون المخاطر الأساسية التي وصلوا إليها بسبب السماح بتوظيف المؤسسة في الألعاب السياسية، وأيضا بسبب السماح في إدارة التناقضات داخلها وفق حاجات مراكز القوة. أنا أعتقد أنه هل تعتقد يعني هذا الخطأ يتكرر دكتور؟ نعم دكتور نجيب، هل تعتقد أن هذا الخطأ سيتكرر في الجيش الوطني، لا سيما إذا كان هناك تسوية سياسية؟ كما تعلم الميليشيا لن توافق على أي حل سياسي إذا تم استبعادها من هذه المؤسسة. لا، المؤسسة الأمنية والعسكرية شوف قبل 21 سبتمبر معالمها واضحة، وهي خاضت تجربة مرة ومرة جدا يعني بالنسبة لها، وبالتالي بمجرد التزامها بالشرعية وبالدولة في المرحلة القادمة إذا سلم لها السلاح أنا أعتقد لا خوف، ولدينا اليوم قيادات شرعية قوية برئاسة عبد الرب المنصور هادي، ووجود النائب علي محسن أيضا سيمثل ضامن قوي لعودة المؤسسة إلى طبيعتها لتكون حامية للشعب وحامية للدولة. نعم. لا أداة من أدوات إدارة الصراعات. أنا أعتقد أنها ستحصل، سيتم تنقية هذه المؤسسة، حتى صحيح قد اخترقتها الحركة الحوثية لكن لم تتمكن من ابتلاعها بشكل كامل، وبالتالي لكن هناك دكتور نجيب في هذا النقطة ونختم يعني نختم بها، مثلما أنت تعتقد بأن عودة الجنرال علي محسن إلى رئاسة يعني نائب رئيس الجمهورية وعلى قيادة الجيش، البعض يعني يجعل من يتشائم بأن هذا سيطيل من أمد الحرب لأن هذا يعتبر الخصم الأساسي أمام الميليشيا والرئيس المخلوع. لا، أنا أعتقد أن هذا سيسهل توحيد إرادة المؤسسة العسكرية والأمنية في المرحلة القادمة، وهي ستكون العمود الفقري الذي سيثبت الأمن في جميع محافظات الجمهورية. أنا متيقن أن الجنرال علي محسن يعني أيضا هو خاض تجربة ولم يعد أمامه من خيار ولم يعد لديه من هدف في الفترة القادمة إلا أن يدير حرب من أجل استعادة الدولة، استعادة المؤسسة العسكرية والأمنية وتحريرها وتوحيد إرادتها هي المقدمة الأساس لتثبيت قوة الدولة والشرعية. نعم، أشكرك جزيل الشكر رئيس منتدى الجزيرة العربية لدراسات الدكتور نجيب غلاب، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر أيضا للمحلل السياسي السيد علي الزكري كان معنا عبر الهاتف من دبي، كما هو الشكر أيضا للقيادي في التنظيم الوحدوي الناصري السيد مانع المطري. الشكر أيضا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا تحيات فريق العمل في الإعداد كمال حيدرة، كما هي لكم مني حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، في أمان الله.